يسألونك عن الخمر والإيه؟ والميسر. قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون آية تانية. قل ما أنفقتم من إيه؟ كله يسألونك يجي فيها إيه؟ هيسألوك ابقى قل لهم كذا. يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحاجة. طيب كلام على الآن. إلا آية واحدة جاءت فيها قل بالفاء. يبقى يسألونك جاءت بعدها إيه؟ في الجواب قل. إلا آية واحدة جاءت بالفاء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب. شو الدقة بقى؟ الدقة الأدائية دقة. قل ودي إيه؟ فقل. فكأن يسألونك عن الأهلة وقع السؤال بالفعل، ولكن ويسألونك عن الجبال السؤال ده ستتعرض له وتسأله. فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل فقال له قل، والسؤال الذي قال ستسأل عن هذا فإن سئلت فقل، يعني اداله جواب مسبق. يبقى فقل يعني دلت على الفاء هنا على أن السؤال لم يقع وسيقع خلاص ووقع بالفعل. يبقى فيه فرق بين جواب عن سؤال حدث وبين جواب عن سؤال يحدث. فالذي السؤال الحدث بالفعل قال له ايه؟ قل. والسؤال الذي سبق الله الإجابة فيه وجعلها من إنباءات الله بما يحدث. وليه كده؟ قال لك علشان يفهمك ايه اللي هيقوله كمان، يعني ما حدش هيفاجئ ربنا بسؤال. لن يفاجئ أحد ربه بسؤال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وبعدين تلاحظ بقى، إذن سؤال إما لازم يقول قل، بس مرة جت بالفاء ومرة جت من غير الفاء. في الجمهرة بغير الفاء لما لسؤال وقع، وفي هذه لسؤال إيه؟ سيقع. إلا آية واحدة ما جاتش فيها قل أبدا، لا بالفاء ولا بغير الفاء. وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، لأن قول قل عملية طول القرب، ويريد الله أن يصل القرب في الجواب بالسؤال بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني، كلمة فقل إني قريب بعدتها شوية، فبده يديله القرب، فقال فإني إيه؟ قريب. وجعل الجواب منه لعباده إيه؟ وإن كان الذي سيبلغ الجواب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي سيبلغ الجواب رسوله صلى الله عليه وسلم.